بالترتيب ضيفا على الطائي صاحب المركز 12 حيدر وتار. في الجولة الماضية شاموسكا والشباب، لعل الانتظار سيطول بعض الشيء قبل أن يتحقق في الدوري أول الألقاب. سيارة مع الطائي أولوياته مختلفة، الأولوية للبقاء. تسابقت السواعد في التعبير عن شكرها لله على سلامة الملك سلمان داخل حدود المستطيل. انتظر الضيوف 20 دقيقة قبل أن يكتبوا سيناريو أول تهديد. نواف العابد أصاب الشباك والمرمى أمامه مفتوح، أصاب الشباك من الخارج بامتياز. توباياس فيغيروا الأرجنتيني لفريقه الطائي، ليس بهذه الطريقة تهتز الشباك، صبرا سوف تتحسن في الثاني الأحوال. كارلوس جونيور عند الدقيقة 39 كسر أخيرا الجمود، جملة شبابية بامتياز، مناولات على الأرض متقنة، لمسة أخيرة، الشباب أنهى الأول لصالحه بهذا الهدف. في الثاني وبعد دقائق 5 من عمره أثبت الطائي أن اللقاء لن يكون للشباب نزهة. من أول هجمة مرتدة اهتزت الشباك بكثير من فن وشيء من توفيق. بعد هدف غوميز دينير عاد الشباب يبحث عن التقدم بالنتيجة. إيفر بانيغا مجددا غاب التركيز عند محاولة التسديد والتهديف. أمير سعيود من صنع هدف التعديل للطائي كاد يصيب الشباب مجددا، فعلى كل شيء عوضا عن التمرير قرر التسديد، أخطأ بحضور الحارس الأمين فواز القرني. بعد سعيود نولج موسونا جرب حظه في تسجيل ثاني الأهداف، مجددا فعل مهاجم زيمبابوي كل شيء إلا أن يتفوق على القرني مجددا الحارس الأمين. أحلى هدية قدمها لاعبو الشباب لحارسهم أنهم استعادوا التقدم. بانيجا بالصناعة الفكرية، هتامبا هبري بالمناولة، جونيور دائما حاضر بهز الشباك هذه الليلة. ما رفع الطائي الراية البيضاء ولو أنه ارتدى الأبيض بعدما أضاع في الأول، صحح الأوضاع 2-2 برأس فيغيروا. التعادل صادر عمليا فرصة الشباب بتحقيق اللقب هذا الموسم. نقطة التعادل قربت الطائي شيئا صوب شواطئ الأمان. حيدر الوتار، صدى الملاعب. فواز حتما لازم نقول مبروك للطائي يا عم، أو خلينا نحكي مع أبو محمد بالأول. مع أبو محمد، هي مبروك للفريقين. وإن جينا للحق في الشوط الأول كان الشباب هو الأفضل والشباب الأكثر تهديدا، لكن في الشوط الثاني حقيقة الطائي قدم مستوى جيد وسنحت له فرص كثيرة، يعني ثلاث فرص، فرصتين منها على الأقل كانت قريبة للتسجيل. بالتالي أعتقد أن الشباب بدأ اليوم يخرج من المنافسة، باقي له فقط لا غير هي البطولة واحدة وهو في كأس الملك مع الشباب مع الهلال في دوري الأربعة إن شاء الله. أما بالنسبة للدوري فأعتقد أنه غادروا الشباب بعد أن فرط في إيجالو. لاحظنا الشباب أيام إيجالو، لاحظ الشباب اليوم بدون إيجالو. نعم، مباراة جميلة يا مصطفى من الطرفين، والطائي فريق صعب كثير على الأرض، يعني إحنا نقول للشباب تعسر أنه ما قدر يفوز، بس بنفس الوقت نقطة مهمة كثير للطائي. الشوط الأول الشباب كان في إذا بتشوف الجولين تاعين الشباب نفس الأهداف اللي عم نشوفها بكذا، يعني في ماركة مسجلة مثل ما بقول، شوف كيف التمريرات توصل لبنيجا، بنيجا بيطلع حتى بهبري بيلعب للظهير بالجول، بتشوف في شغل كثير مرتب ومنظم فريق الشباب من الناحية الهجومية. بالحالة الدفاعية بالشوط الثاني دائما عم يصير دروب عندهم بالشوط الثاني يا مصطفى. الطائي كان كثير مميز حتى مع سيره، يعني موسانا ضرب الكره بالقائمه وقت كانت النتيجه 2-2. على مجمل المباراه نتيجه التعادل كانت عادله للفريقين، بس في لحظات معينه كان الطائي ممكن يسرق المباراه. طيب. وثلاث نقاط.